اتفضل عرض لنا مشكلتك يا باشمهندس. المشكله سيادتك في الناتج الحافر ومخلفات المباني اللي موجوده هنا في اكثر من 10 سنين. كل ما تشيل المجلس بيشيل الناتج الحافر بيجوا برضه الابيات بتحط تاني. وده احنا بنعاني فيه من الحشرات الضاره زي الثعابين والفئران والناموس والكلاب الضاله والثعالب. ده طبعا ايه بيأثر على البيئه. الحاجه الثانيه احنا عايزين نغطي المصرف اللي هو واصل من ارض مبارك الى الحي الجنائي. رقم ثلاثه عايزين نرصف الطريق عند مدرسه موت الثانويه الفنيه بنات وحورس بابتداء الصور الفنيه بنات الى مدرسه الشعراوي الابتدائيه. حبيت ان التلاميذ الصغار السن. طيب حضرتك دي المدرسه الابتدائيه الوحيده اللي موجوده في المنطقه؟ وبيستعملها ابناء قرية قرد الاوقاف؟ قرد الاوقاف وقار وحي الجنية. وانا مدرسه نجيب محفوظ دي مدرسه اعداديه على مستوى قرد مبارك. ونجا قرد مبارك وحي الجنية وزراعيين. يعني كل ده عشان طبعا احنا عايزين نرصف الطريق لانه رصيف غير طريق غير ممهد.